أهلا بكم. اتهم وزير الإدارة المحلي عبد الرقيف فتح ميليشيا الحوثي باختطاف 3 من موظفي الأمم المتحدة في الوقت الذي أفاد فيه عاملون في منظمات الإغاثة بممارسة ميليشيا الحوثي عمليات ترهيب وابتزاز ضدهم. تعرض 8 منهم لاعتداءات شملت الضرب والإهانة والاستدعاء الكيدي. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نناقش هذا الموضوع في محورين: الأول طبيعة عمليات الترهيب التي تمارسها ميليشيا الحوثي ضد الموظفين الدوليين، والثاني لماذا تصمت الأمم المتحدة على ترهيب موظفيها ويطلب بعض مسؤوليها عدم التصعيد. بعد صمت اتهم موظفون دوليون ميليشيا الحوثي بممارسة عمليات ترهيب ضدهم، وأكد مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة خالد اليماني ارتكاب ميليشيا الحوثي انتهاكات جسيمة عدة بحق العاملين في مجال الإغاثة الدولية. من جانبهم قال موظفون دوليون لصحيفة الشرق الأوسط إن مسؤولين أمميين طلبوا منهم عدم التصعيد ضد ترهيب ميليشيا الحوثي. وكشفت مصادر دبلوماسية عن مشروع بيان مرتقب لمجلس الأمن يدعو فيه لحماية موظفي الأمم المتحدة. نشاهد هذا التقرير ونعود. التضييق على الأمم المتحدة هي الحصيلة المتوقعة لأكثر من 3 أعوام من المهام الأممية المثيرة للجدل في مناطق سيطرة الإنقلابيين. فقد كشفت رسالة مرفوعة إلى مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون حقوق الإنسان أندرو غيلمور من موظفين أمميين يعملون في صنعاء والمناطق التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي الإنقلابية عن عمليات ترهيب يتعرض لها هؤلاء الموظفون، ليس المحليين فقط بل الأجانب أيضا. طالب هؤلاء الموظفون بتفعيل بروتوكول حماية العاملين في مجال الإغاثة فيما لم تبدي الأمانة العامة اهتماما بهم ولم تحرك ساكرا لحمايتهم حتى هذه اللحظة. بعض هذه المضايقات أخذت شكل الاعتقالات التعسفية التي طالت عددا من هؤلاء الموظفين، 2 منهم لا يزال قيد الاعتقال حتى هذه اللحظة. وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيف فتح طالب في بيان الله بهذا الخصوص منسق الشؤون الإنسانية مارك لوكوك والقائم بأعمال المنسق المقيم للشؤون الإغاثية والإنسانية في اليمن بسرعة التدخل للإفراج عن الموظفين الأمميين وإنهاء معاناتهما. وتفيد بيانات الأمم المتحدة بوجود 500 موظف محلي و200 موظف أجنبي يعملون لدى الوكالة الدولية العاملة في اليمن، معظمهم يقيمون في المناطق التي يسيطر عليها الإنقلابيون. عكست تطلعات كافة مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير خالد اليمني أكد أن رسالة الموظفين الأمميين في اليمن تعكس خطورة الوضع الذي يواجهه هؤلاء الموظفون في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، فضلا عما يواجهه الموظفون المحليون الذين يعملون لدى المنظمة الدولية، داعيا بهذا الخصوص الأمين العام للأمم المتحدة إلى التحقيق في هذه الانتهاكات الخطيرة ومحاسبة المسؤولين عنها. وفرت الوكالات الدولية طيلة السنوات الثلاث الماضية غطاء لممارسات الميليشيا وانتهاكاتها لحقوق الإنسان في اليمن، وها هي اليوم تتعرض لذات الانتهاكات. مجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام، كما أرحب بمن ينضم إلينا الآن وزير إدارة محلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة الأستاذ عبد الرقيف فتح. أهلا بكم معالي الوزير. أهلا وسهلا، حياكم الله. حياكم الله. إذن وجهتم اتهام لميليشيات الحوثي باختطاف عاملين في منظمات دولية، دعنا بداية معالي الوزير نضع المشاهد في تفاصيل هذه الجريمة. هو ليس اتهام، هذه إجراءات تمت وحجز الموظفين العاملين في منظمات الأمم المتحدة، فكيف تسميها اتهام أولا؟ هذه واقعة مشهود عليها أولا، وهناك موظفين تم احتجازهم وهناك إجراءات تمت ضد منظمات دولية، فهي ليست اتهام من قبلنا ولكن واقعة حدثت. نحن خاطبنا منسق الشؤون الأمم المتحدة للتدخل في هذا الأمر، بالإضافة سبق علينا تحذير منظمات الأمم المتحدة مثل العمل في العاصمة التي أصبحت عاصمة غير ملائمة للعمل للحكومة الشرعية، ما بالك بالمنظمات الدولية. سبق أن وجهنا مثل هذه التحذيرات للمنظمات الأممية بأن تنتقل إلى العاصمة المؤقتة عدن، والحكومة مستعدة لتوفير كل إجراءات شروط العمل، لكن للأسف الشديد ظلت منظمات الأمم المتحدة لا تستجيب نداءاتنا، واليوم هناك انتهاكات حقيقية ضد العاملين. نحن أدلنا هذا التصرف وطالبنا منظمات الأمم المتحدة منسق الشؤون الإنسانية الأمين العام
للتدخل للإفراج عن العاملين الدوليين، لأنه هذا يؤثر تأثير على العمليات الإنسانية المرتبطة بالمواطن الذي يحتاج اليوم لأي جهد سواء من الحكومة الشرعية أو جهد للمنظمات الدولية. طيب يعني هل لديكم أسماء من اختطفوا من يعني موظفين دوليين؟ أين هم الآن؟ ما هي المنظمات التي يعملون لها؟ هذا الأمر وجه المنظمة للميليشيات المسلحة الذي اختطفتهم، نحن تلقينا بلاغ للمنظمات الأمم المتحدة، فليس المسؤولين عن التحقيق وتحديد الأسماء. المنظمات التي اختطف موظفيها هي المسؤولة أن تقدم مثل هذه الأسماء للجهات المختصة. طيب يعني أنتم كنتم مع الوزير، قدمتم الكثير من الاقتراحات كما تقول لي المنظمات الدولية لنقل مكاتبها إلى العاصمة المؤقتة عدن، ولم تكن هناك استجابة كما يبدو في حينها. لماذا هذا الإصرار برأيك من قبل المنظمات الدولية للبقاء في صنعاء رغم هذه التهديدات الخطيرة الحقيقية؟ للأسف الشديد هناك عدم التزام بمعايير الدولية وبالاتفاقيات الدولية وبالقانون الدولي الذي يلزم المنظمات الدولية للعمل بجوار الحكومات الشرعية. اتفاقيات جنيف الرابعة تلزم المنظمات الدولية بالتواجد في مناطق النزاع لكي يتم حل إشكاليات المدنيين ويتم أيضا حمايتهم. نحن وجهنا مجموعة من الرسائل وقلنا، لكن للأسف الشديد هناك الأمبالاة، والآن يتحمل المسؤولية الموظف الغلبان والمواطن في اليمن الذي يحرم من مساعدات هذه المنظمات. نحن نؤكد بأننا قدمنا مبدأ لا مركزية العمل الإغاثي بحيث يتم تقسيم اليمن إلى 5 مراكز إغاثية، فهناك مركز في صنعاء ومركز في عدن ومركز في حضرموت ومركز في تهامة ومركز في الحديدة ومركز في مأرب. هذا سيسهل وسيخفف من المخاطر التي تعرض لها المنظمات الدولية، لكن للأسف الشديد اليوم هناك استجابة من بعض المنظمات. برنامج الغذاء العالمي بدأ يستجيب، فوضية السامية لشؤون اللاجئين بدأت تستجيب، لكن لا يوجد توجه حقيقي للاستجابة لمطلبنا، وهذا يؤثر تأثير مباشر على الوصول الآمن للمساعدات، وأيضا يؤثر على عاملين في المنظمات الدولية. هذه ميليشيات مسلحة لا تلتزم بالشرع ولا تلتزم بالقوانين الدولية، فلذلك على منسق الشؤون الإنسانية أن يأخذ هذا الأمر في الاعتبار. نحن ملتزمين ونقدر حياة الناس وحرياتهم، لكن للأسف الشديد المنظمات الدولية لا تستجيب لهذه المعاوضة. يعني هو دائما تساؤل مع الوزير، لماذا يعني بما أن هناك بعض الموظفين الدوليين تحدثوا عن قيام ميليشيات بالضر والابتزاز لهم، ما الذي يجعل هؤلاء الموظفين أو يجعل هذه المنظمات تبقى في صنعاء؟ ما هي الأسباب التي تدفعهم لذلك؟ لا يوجد أسباب، وفقا للقانون وفقا للوثائق الدولية وفقا لاتفاقيات جنيف الرابعة كما أوضحت يجب أن يتواجدوا بجوار الحكومة الشرعية. لكن هناك حجج والاعتراف بسلطة الأمر الواقع، وحجج أحيانا إنسانية بالوصول إلى الناس، وحجج أحيانا واهية. نحن التزمنا أمام كل المنظمات لأننا لن نمنع أي منظمة دولية تذهب إلى صعدة أو إلى عمران أو إلى سعيد أو إلى حضرموت، لكن الآن المآسي هي ستعلم المنظمات الدولية بالاستجابة. حياة الموظفين الدوليين الآن مسؤولية المنظمات التي ترفض نجاتنا. طيب الآن أنتم كشرعية معالي الوزير، وفي ظل هذه المعلومات المتوفرة حول استهداف العاملين الدوليين، وفي ظل الدعوات المتكررة من قبلكم إلى المنظمات الدولية للتواجد بشكل أساسي في عدن، إزاء هذه التهديدات، ما الذي يمكن أن تقدموا أو تفعلوا أنتم؟ نحن كل ما نستطيع أن نعمله ننادي المنظمات الأمم المتحدة أن تصدر بيانات إدانة وأن تتدخل بصورة مباشرة وفقا لسلطات الأمم المتحدة بالإفراج عن هؤلاء العاملين، وسنناديها مرارا لكي تأتي تعمل في بيئة آمنة ونلتزم لها بتوفير كل وسائل الأمان للوصول إلى كل أبناء المحافظات الجمهورية بحيادية كاملة. أشكرك إذن رئيس اللجنة العليا للإغاثة ووزير الإدارة المحلية أستاذ عبد الرقيب فتح، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. رحب الآن مشاهدينا الكرام بمن تنضم إلينا، عضو اللجنة الدولية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان أستاذ إشراق المقطري. أهلا بك أستاذ إشراق. أهلا بك. الآن هناك اتهامات لميليشيات الحوثي باختطاف موظفي منظمات إغاثة دولية، هناك اتهامات بأن بعضهم وقع تحت الابتزاز،
ما الذي يعنيه ذلك حقوقيا؟ بالنسبة لإعاقة عمل في المجال الإنساني والإغاثي، هو ليس ربما بداية الحرب حدثت الكثير من الحوادث الوقائع التي تعرض فيها العاملين في مجال الإغاثة، سواء من العاملين الوطنيين المحليين أو من العاملين الدوليين، لا سيما كما ذكرت في المناطق الجغرافية التي تحت سيطرة جماعة الحوثي في صنعاء. يعني قانونا هل هناك فرق بين عاملين محليين أو أجانب؟ البروتوكول الثاني الخاص بالقانون الدولي الإنساني المتعلق بالنزاع المسلح الغير دولي لم يفرق بين العامل في الإغاثة أو المساعدات أو ما يسمى الغوث الإنساني، سواء وطني أو دولي، لا يوجد هناك أي فرق. الموضوع هو موضوع الرسالة التي يقوم بها هؤلاء العاملين المحليين، لكن ربما عندما يحدث عملية اعتقال أو اختطاف أو أي نوع من الانتهاكات يمس موظف دولي يحدث كثير من التغطية الإعلامية أو الحديث الإعلامي، لكن في الحقيقة هناك مواطنين يعني أو عاملين محليين يمنيين، يعني نحن رصدنا حالات كثيرة وحققنا أيضا في مثل هذه الحالات في مناطق سيطرة الحوثي، مثلا في الحوبان، في تعز، في مداخل الحديدة، في صنعاء، إضافة كما ذكرت موظفين الهجرة الدولية وموظفين أيضا الإغاثة الإنسانية. لكن مثل هذه نقول الانتهاكات هي مجرمة بشكل صريح ومباشر في القانون الدولي الإنساني ليتم البروتوكول الثاني المتعلق بالنزاع المسلح الغير دولي الذي ينطبق على وسط النزاع في اليمن. مثل هذه الانتهاكات للأسف لا تؤثر فقط على العاملين المباشرين، تؤثر على بعد ذلك على العدد الأكبر من المواطنين الذين يعانون معاناة كبيرة، ووجود مثل هؤلاء وهذه المنظمات وإعاقتها يزيد من المعاناة. لهذا ربما يعني أقول كما ذكر الأخ وزير الإدارة المحلية بأنه لابد من اتخاذ موقف واضح وصريح منظمات نفسها العاملة في مجال الإغاثي من التقرير شؤون الإنسان المفوضية، أيضا المفوضية سواء اللاجئين أو أيضا المفوضية السامية لحقوق الإنسان وكافة الهيئات الدولية العاملة في الشق الدولي العمل في مجال الإغاثة والعمل الإنساني وأيضا في مجال حقوق الإنسان. مسألة البيانات غير لم تعد كافية، لأنها أخذت البيان بالشق الإعلامي والشق التعريف والترويج أكثر منه في مزايا الحد من هذه الانتهاكات. نحن نبحث عن آلية الحد من هذه الانتهاكات، وبالفعل تلزم جميع الأطراف بأن ليس فقط يعني لا ينتهك أو لا يمارس أي انتهاك، لا، بل أيضا أن يقوم بمسألة المساعدة والتسهيل لوصول الإغاثة والعون الإنساني لكافة المواطنين اليمنيين المتواجدين في كافة الأماكن والمحافظات. نعم، طيب أستاذ إشراق، أنتم كلجنة وطنية مختصة بحقوق الإنسان، هل رصدتم انتهاكات الميليشيا المتعلقة بهذا الموضوع؟ يعني يتحدث عن ما يتعلق بموظفي المنظمات الدولية، سواء من هم موظفين وطنيين أو دوليين. نحن انتقلنا لمرحلة ربما يعني أكثر تقدما في مسألة الحديث عن هذا الانتهاك. الموضوع ليس موضوع رصد وليس إحصائية رقمية أو بيانية لعدد الحالات التي حدثت، الموضوع هو أكثر من شيء. تم الرصد ثم تم التحقيق وتجهيز وقائع مكتملة من هذا الشق، ليس فقط الانتهاك المباشر للضحية واللي هو العامل الوطني أو الدولي في المنظمة الدولية أو المنظمة المحلية العاملة في مجال الإغاثة، لكن أيضا العمل المنهجي الذي تقوم به أحيانا في مسألة منع المساعدة، ليس فقط اعتداء أو اعتقال أو تقييد حرية عامل في المجال الإغاثي، لكن الانتهاك الأكبر والشائع ومنع وصول المساعدات، يعني الإعاقة في مناطق المداخل واستحداث معادر أيضا التي تؤدي إلى مسألة حصار المدن والمديريات، كل هذه تدخل في النص الخاص بمنع الإغاثة الإنسانية. يعني هذا النص يتعلق فيه أكثر من انتهاك، مساس أكثر من شكل وأيضا المساس بالحق. طيب، يعني من وجهة أخرى أو من يعني على صعيد آخر، الآن بعض موظفي الوكالات العالمية عندما يقولون أن الميليشيا تمارس عليهم ابتزازات مقابل كتابة تقارير ترضى عنها الميليشيات، هذا ألا يجعل المجال للشك في كثير يعني في مهنية الكثير من تقارير المنظمات الدولية عن الوضع في اليمن؟ للأسف بأن المنظمات الدولية والإقليمية مثلا العاملة في مجال الإغاثة لا تعطي وقت دقيق لطريقة الانتهاك الذي يمارس عليها.
لان اعترافها بان تتعرض للابتزاز وتتعرض لمساله الضغط، سواء ضغط سياسي او ضغط معنوي او تدخل مباشر من قبل السلطات التي تسيطر على تلك المناطق جماعه الحوثي، هذا يؤدي اعتراف بانها تضطر لمساله ايصال هذه الاغاثه او المساعدات الى مساله التسويف او مساله تقديم تنازل، وبالتالي هذا يؤثر على مساله الحق والتدخل، ولا ايضا لا يحد الانتهاكات ولا يحسن من ادائها، وبالتالي مساله اعترافها او اقرارها بان هناك انتهاك او تضييق او يعني حصار او منع او ما الى ذلك، هذا يؤدي بحد ذاته شيء مخل ومعيق لمساله التدخل ومساله المساعده والغوث الانساني، وهو الامر الذي يجب ان يتم الوقوف بشكل عام من قبل المهتمين بهذه الجزئيه، وعمل يعني تدخل او حل مباشر باعتقادي ان بيدها كثير من هذه الحلول، لان ليست بتلك القوى وليس بتلك نقول النفوذ الذي تستطيع بعد ذلك ان بالفعل ان توقف مثل هذا العمل الانساني، لانها هي الخسران الاكبر، لكن مساله تقديم التنازلات يساعدها، بالعكس يساعد هذه الجماعه ويقويها في السيطره على عمليه التوزيع، على عمليه الوصول، وهذا طبعا يؤثر على حقوق الاخرين في تلك المناطق بشكل كبير جدا. ارجو ان تتفضلي بالبقاء معي استاذه اشراق، ارحب بمن ينضم الينا الان من واشنطن المحلل السياسي الأستاذ إبراهيم القاطبي. أهلا بك أستاذ إبراهيم. أهلا وسهلا ويا مرحبا أستاذ إبراهيم. يعني عندما نتحدث عن انتهاكات ميليشيات الحوثيين ضد موظفي المنظمات الدولية سواء الوطنيين أو يعني الدوليين الأجانب إن صح التعبير، هل يعني ما هي أبعاد السياسية لهذا الأمر؟ أنا في اعتقادي أن أولا هذا تهديد لعمل المنظمات الدولية بشكل مباشر ومخيف، يعني كما من المعروف أن أينما حلت الميليشيات حل الفوضى، حلت الفوضى وحل الفساد وحل تهديد المواطنين الآمنين، وبالإضافة إلى العاملين في المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان والإغاثة. هذا المشكلة هي منذ الانطلاقة الأولى لهذه الأعمال ولأعمال الأمم المتحدة في اليمن، كان من المفترض أن لا تعمل هذه المنظمات في مناطق وتتعامل مع ميليشيات لا تجيد إلا القتل والسرق والنهب والسوق السوداء. كان من المفترض على المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن والدول الداعمة لليمن أن تصنف هذه الجماعة على أساس أنها منظمة إرهابية لكي يتسنى للشعب اليمني دحرها وإنهاء هذه المشكلة. لا نستطيع الجمع بين العمل الإغاثي والحقوقي والعمل مع منظمات إرهابية وميليشياوية تقتل اليمنيين وتنتهك كل الحقوق والسيادة وتنهب الأموال ومستحقات الشعب اليمني. أنا في اعتقادي هذا ليست هي بادرة خطيرة، نعم، ولكنها ليست الأولى. الحوثيون كما تعرف أثروا على قرارات مجلس قرارات المنظمات الأمم المتحدة في اليمن بالمعلومات المضللة في السابق، أثروا على بعض العاملين المحليين أيضا. أنا في اعتقادي أن كثير من العاملين المحليين الذين يعملون لدى هذه المنظمات الدولية ليسوا محايدين، وإنما لهم صلات بالعوائل التي تعمل مع ميليشيات الحوثي في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، ولذلك حتى عملهم كان عادة يأخذوا هذه الأموال أو المعونات الإنسانية، وفي اعتقادي لا أستبعد أنها يعني توجه للمجهود الحربي في استخدام القتل والإجرام وتجنيد الأطفال. فلذلك هذه مسألة خطيرة، وأيضا منظمات الأمم المتحدة لا يوجد لديها الشفافية الكافية لتقول للمجتمع اليمني التي تجمع الأموال باسمه إلى أين تذهب هذه الأموال ومن الذي يقوم بتوزيع هذه المعونات الإنسانية على المجتمع اليمني. لا يبقى يعني لا يجب أن نبقى في هذه المعضلة وهذه المشكلة الحقيقية، يجب أن يكون هناك مواقف واضحة وصريحة من الأمم المتحدة، من مجلس الأمن، من الحكومة اليمنية، من دول التحالف، من الشعب اليمني الذي هو المتضرر الأول في هذه المشكلة. يعني غض النظر على هذه الأمور، هي
بادرة أمنية خطيرة للعاملين في هذه المنظمات الدولية، لأنهم سيعانون أو ربما سيرضخون لمطالب الميليشيات مستقبلا إن لم يتخذ هناك يعني إجراءات قوية لقمع هذا التوجه طيب. الحوثي الميليشياوي. انطلاقا من هذه النقطة دعني أسأل الأستاذ إشراق المقطري، هناك يعني مسؤولين أمميين بحسب التقارير الإخبارية نصحوا موظفين دوليين داخل صنعاء بالصمت وعدم التصعيد، لماذا تصمت المنظمات الدولية برأيك أستاذة إشراق على إهانة موظفيها بهذا الشكل؟ يعني في اعتقادي هو لهذه المؤسسات الدولية نقول آليتها الداخلية المخصصة في مسألة تقييم تلك الانتهاكات أو تقييم الصعوبات التي تواجهها، وربما هي أدرى من هذا الشكل، لكن نقول بأن الآن 3 سنوات مرت على مسألة الحرب ومسألة ضرورة تقديم مساعدات فعلية تساعد الناس على تخفيف معاناتها، وبالتالي مثل هذا الصمت أو مثل هذا سوف يؤدي إلى إعاقة مستمرة ويعني دائمة نقول الأعمال. لهذا وجهة نظر تظل بأن مسألة ليس فقط الحديث، مسألة وضع يعني نقول ضوابط أو وضع محددات حقيقية فعلية لأعمالهم ونقول طرح نقول القضية بشكل حقيقي وبشكل واضح مع يعني مطالبة بقية الأطراف إضافة إلى بقية المكونات نقول سواء الوطني أو مكونات المجتمع الدولي المتعلقة بعملية المساعدات الإنسانية لمن بأن تساعد هذه المنظمات أيضا وهذه الجهات في عمل حلول حقيقية تهدف بالنهاية إلى وصول مساعدات فعلية آمنة دون أي صعوبات، وبالنهاية هو تطبيق للقانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان، وبأن يتم تجنيب مثل هذه الأعمال والغوث الإنساني الذي عرف قديما وليس فقط طبق القانون الدولي الإنساني لما أيضا هي من ضمن أعراف الحرب وقيم أيضا الإنسانية أثناء النزاعات، بأن لا يتم عملية اعتراض مثل هؤلاء الطواقم الطبية أعمال الغوث الإنساني، هذه يعني قضايا نقول يعني منتهى ومفرغ منها بأنها أمور يجب أن تكون بعيدة عن النزاعات، وبالتالي كما ذكرت المنظمات الدولية العاملة في مجال الإغاثة يجب أن تكون لديها نقول قراءة وتحليل جديد وفق الأحداث الأخيرة وفق تكرار مثل هذه الانتهاكات بدلا من عملية الصمت. وكما ذكرت يعني ما أعرفه ربما في هذه المنظمات بأنها لديها لوائح وأنظمة وسياسات داخلية ترى بأنها هي الشكل الأنسب لمسألة وصول المساعدات، لكن في اعتقادي يجب أن تكون قراءة حقيقية من هذه المنظمات. 3 سنوات من أعمال الغوث الإنساني التي مع تدني أعمال هذه الغوث في غالبية محافظات الجمهورية اليمنية لأسباب يعني مختلفة، زاد أيضا هذا السوء هو مثل هذه الانتهاكات وعمليات الاختطاف التي لا يمكن أن تكون مقبولة لأي طرف أو لأي فرد من أفراد المباركة بعاملين في الغوث الإنساني في اليمن. أشكرك أستاذ إشراق المقطري عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، كنت معنا عبر الهاتف من تعز. بالعودة إليك أستاذ إبراهيم، يعني هذا يعني خروج هذه يعني الاعتداءات إلى العلن، الحديث الآن حول انتهاكات الميليشيات حول يعني طواقم المنظمات الدولية في اليمن سواء المحليين أو الدوليين، هل يمكن أن يجعل المنظمات الدولية تخرج من صمتها وتخرج من يعني تموقعها أو عدم تحديدها لموقف معين ممن يقوم بهذه الاعتداءات، ونحن نتحدث هنا عن ميليشيات الحوثي؟ أنا في اعتقادي أنه يجب أن ندرك أولا أن هذه المنظمات الدولية هي هدفها مساعدة المواطنين والشعب اليمني والفقراء والمتضررين وليس هدفها العمل تحت مظلة أو مع ميليشيات الحوثي أو حتى مع التحالف العربي الإماراتي السعودي. يجب أن ندرك أحيانا هم يقضون النظر عن مثل هكذا التصرفات ليس للاعتراف بها وإنما من أجل مواصلة عملهم في المناطق التي يجد فيها كثير من المتضررين، لأنه كما تعرف المنظمات هذه لا تحب الصراع السياسي لأنه يعرقل عملها
فهي احيانا تغض النظر عن هذه الممارسات. لكن الان هناك تهديد لسلامه الطواقم استاذ ابراهيم، بالتالي هناك تهديد لهذا العمل من اساسه. بلا شك، الان في اعتقادي هدف الحوثيون هو من اجل يعني الاضرار بالطواقم من اجل الاستحواذ على المعونات الإنسانية الدولية التي تأتي للشعب اليمني من أجل أن تتحول مباشرة للميليشيات وللمجهود الحربي ولفسادهم ولإضرارهم بالشعب اليمني. الآن هو المجتمع الدولي والمنظمات الدولية أمام خيارات صعبة، أنا في اعتقادي بالنسبة للمنظمات الدولية، لأنه إما أن نسحب أو أن نواصل الغض يعني غض النظر عن ما تمارسه الميليشيات الحوثي ونضع طواقمنا الإغاثية في وسلامتها في تهديد حقيقي لحياتهم ولأعمالهم. فأنا في اعتقادي يعني نحن الآن أمام خيارين أستاذ إبراهيم، تحدثت أنت الآن عن خيارين، إما أن يعني تنهي المنظمات الدولية عملها في المناطق التي تحصل فيها اعتداءات، أو أن تستمر وتغض الطرف عن هذه الاعتداءات التي تحصل لموظفيها. أي الخيارين هو الأنسب للواقع اليمني و لتصرفات الميليشيا من جهة أخرى؟ هذه هنا هي مسألة معقدة. بالنسبة للطاقم الدولي، تفكيرهم هو كيف نساعد المتضررين والشعب اليمني، وانسحابهم بشكل كامل هو سيتضرر الشعب اليمني من هذا من هذه المسائل. فلذلك هم أمام يعني خيارين صعبين. ما يجب الآن أن يقام من أجل دعم هذه المنظمات هو تصريح ووقفة جادة وصريحة من قبل مجلس الأمن وتهديده المباشر للحوثيون، وليس ذلك فقط، وإنما وضعهم في قائمة المنظمات الإرهابية التي تقتل المواطنين والتي تنهب حتى يعني القضاء والعلاج الذي يريد المجتمع الدولي إيصاله إليهم. فلذلك الأمور معقدة إلى درجة أنه المنظمات أمام خيارات صعبة. كما نعرف المنظمات لا تأتي من اليمن من أجل الحوثيين ولا من أجل التحالف العربي، هم يدركون أن هناك كارثة إنسانية تسبب بها الحوثيون وميليشيات صالح، وزاد الأثر الأضعف وضاعف ذلك الأثر تدخل دول التحالف الإماراتي والسعودي التي تضرر منها اليمنيون في كل مكان، وتم إغلاق المعابر والموانئ والمطارات. نحن أمام خيارات صعبة، لكن هنا يجب إعادة النظر إلى أين تذهب المعونات، من المستفيدين منها، من الذي يتضررون، من هم هؤلاء العاملين مع المنظمات الدولية الذين يتواطؤون معها، ومن الذي يتم تهديدهم، ولماذا. يجب أن يكون هناك من الدول الأوروبية والسويد والدول التي تدعم الإغاثة في اليمن ومجلس الأمن وقفة حازمة نحو ذلك. لكننا الآن حتى إن يتحدث الشعب اليمني عن حسم عسكري، هناك مماطلة من الدول التي قالت إنها أتت من أجل أن تساعد الشعب اليمني وهي تعمل عكس ذلك. فلذلك نحن في يعني موضع وموقف محرج جدا من الناحية العسكرية والإغاثية، وإلى أن يهب الشعب اليمني لتحرير نفسه ويدعم ويكون للدول الصديقة والداعمة للديمقراطية أن تدعم اليمنيين من أجل التخلص من هذا الوباء والميليشيات التي ألحقت الضرر به سياسيا وإقاسيا وحقوقيا. هذه هي المسألة. إذا استمرينا بهذه المشكلة فنحن لن نأتي إلى أي حل يساعد الشعب اليمني، وهو الشعب المتضرر الأكبر من قبل هذه الميليشيات الحوثية العفاشية، وأيضا الأمم المتحدة التي تصمت بشكل فظ فيما يعني يتعلق بالشأن اليمني. أشكر. وحتى الإغاثة التي يتم تهديدها الآن من قبل الحوثيين. أشكرك إذن أستاذ إبراهيم القاطبي المحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من واشنطن. كما هو الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات، ولكل الضيوف الذين كانوا معنا. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي أنا وجيه السمان، وتحيات الزميلة شروق القاسمي منتجة الحلقة، وجميع الأفراد في الطاقم الفني. في أمان الله.